السلام عليكم متتبعي قناة جيو سبور، مرحبا بكم. حدد نادي إشبيليا الإسباني شروطه للموافقة على بيع المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. وهناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد مع ياسين بونو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وعلى رأسها النصر السعودي ونادي بايرن ميونخ الألماني. وأكدت صحيفة آسا الإسبانية أن نادي إشبيليا الإسباني طلب الحصول على 40 مليون يورو على أقل تقدير للموافقة على بيع ياسين بونو. وذكرت الصحيفة أن إشبيليا يريد تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المالية من بيع ياسين بونو. وأشارت الصحيفة إلى أن إشبيليا يمتلك عرضين من النصر وبايرن ميونخ للتعاقد مع بونو، إلا أنه رفض العرض السعودي نتيجة عدم موافقة الحارس المغربي على الانتقال إلى النصر. ووجه نادي بايرن ميونخ الألماني بوصلته من جديد لضم ياسين بونو. وذكرت شبكة ريليفو أن تجدد رغبة بايرن في الحصول على خدمات بونو يعود إلى اقتراب رحيل حارس مرماه الدولي السويسري يان سومر. وانضم سومر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بايرن ميونخ قادما من بروسيا مونشنغلادباخ لتعويض إصابة قائد الفريق مانويل نوير. وأوضحت ريلفيو أن سومر في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان الذي يستعد لوداع حارسه الكاميروني أندري أونانا الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد. وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى تواصل بايرن مع ممثلي بونو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الحارس المغربي رفض أي خطوة محتملة. يذكر أن بونو قدم مستويات مذهلة مع فريقه الأندلسي، وكان واحدا من نجوم المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في نهائيات مونديال قطر 2022.